قرار قضائي يلاحق نسرين طافش في مصر، هل سيتم سجنها 3 سنوات؟ تصدر اسم الفنانة السورية نسرين طافش الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد إصدار قرار قضائي بحقها. وفي التفاصيل، وصلت اليوم الاثنين الفنانة السورية نسرين طافش إلى محكمة جنوب الجيزة الابتدائية الدائرة 16 جزئي جنح أكتوبر لحضور دعوى معارضتها على حبسها 3 سنوات في قضية لسنة 2023. وبحسب موقع اليوم السابع، أجلت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية الدائرة 16 جزئي جنح أكتوبر دعوى معارضة الفنانة نسرين طافش على حبسها 3 سنوات في القضية رقم 1636 لسنة 2023 لجلسة 16 نوفمبر لعرض الاستكتاب على الطب الشرعي. يعني؟ لا لا، مو هيك قصدي، بس عادي يعني. وكانت قد أسندت النيابة العامة لنسرين طافش بدائرة الشيخ زايد بتاريخ 30 يناير 2023 أنها أصدرت بسوء نية شيك لصالح المجني عليها نشوى صفاء الدين بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه. وتخلص واقعات الدعوى حسب ما استقر في يقين المحكمة فيما ثبت بالأوراق ومحضر جمع الاستدلالات سند الجنحة من بلاغ المجني عليها من قيام المتهمة بإصدار شيك بنكي مؤرخ في 30/1/2023 لصالح المجني عليها بالمبلغ المشار إليه، وتبين أنه لا يقابله رصيد قائماً وقابل السحب، وذلك مع علم المتهمة بذلك. وكان قد قدم دفاع المجني عليها سنداً لدعواه صورة ضوئية من شيكات بنكية بذات التاريخ يتضمن أمراً من المتهم إلى البنك بأن يدفع إلى المجني عليه المبلغ ومزيل بتوقيع المتهم، وكذلك صورة ضوئية من رفض البنك للشيك لعدم كفاية الرصيد. هذا وكانت قد قضت المحكمة بجلسة 26 حزيران 2023 غيابياً بحبس المتهمة 3 سنوات مع الشغل وكفالة 20,000 جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتاً.